خلاص تمام. بداية متخذنا لغاية ما روحنا والتعذيب ما وقفش، حتى المكان اللي بحطونا فيه ننام بدخل علينا كلاب برد، وبحطيه تحرام واحد بقفيش اي شيء، بدير عليه مية. فحياة كانت يعني امور صعبة جدا جدا، تعرضنا لتعذيب ما شفتوش في حياتي. اول 3 ايام 72 ساعة ممنوع منعا باتا، لا تاكل ولا تشرب ولا تفوت حمام، ومربط ومغمى على مدار الوقت طول الاسبوع. حسيت خلوك جوا يعني؟ بدي اسالك هذا شفت جوا؟ بقول لك سمعته او لا؟ محمود الديري. الديري محمود راتب الديري؟ لا. والله ظروف الاعتقال مأساوية جدا، تعذيب وضرب واهانة، واي انت شايف كيف؟ واي احنا كنا هذا من السجن، هذا كله من السجن، صوبات ايدينا يعني خربانه، يعني هاي اللي بدنا نشوفها نتعالج، نعرف ايش مصير ايدينا يعني بعد هيك.